سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مضى عليه 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الشرك أسقي بها بيت المقدس، ثم أريد به إلى السماء وجاوز 7 طباق وارتفع فوق السماء 7 عليه الصلاة والسلام معه جبرائيل، وأوحى الله إليه ما أوحى وفرض عليه الصلوات 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فرضها الله 50. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعل 5 سبحانه فضلا منه سبحانه وتعالى، ونادى منادي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فنزل بها عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء. وأنزل الله في هذا قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية العظيمة بين فيها سبحانه الإسراء، فسير به من مكة على براق وفدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوه عند منتهى طرفه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فركبه وجبرائيل حتى وصل بيت المقدس وصلى هناك بالأنبياء، ثم أريد به إلى السماء واستأذن له جبرائيل عند كل سماء فيؤذن له، ووجد في السماء الدنيا آدم أباه عليه الصلاة والسلام فحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم لما أتى السماء الدنيا الثانية وجد فيها عيسى ويحيى ابني الخالة فرحبا به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به إلى السادسة فوجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم أباه عليه الصلاة والسلام ومن ذرية إبراهيم محمد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به إبراهيم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح مثل ما قال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم عرج به إلى مستوى رفيع فوق السماء السابعة سمع فيه النبي صريف الأقلام التي يكتب بها القضاء والقدر، فكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة 50، ثم لم يزل يسأل ربه التخفيف حتى جعلها سبحانه 5 فضلا منه وإحسانا، فهي 5 في الفرض وفي الأجر 50 والحمد لله فضلا من الله عز وجل، وفق الله الجميع.